يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسرة خرجت للعمرة وأحرمت بطفل معهم عمره 9 سنين، وفي أثناء السعي نام الطفل فوضعوه في مكان لينام ولم يكملوا به السعي ولم يقصروا له وعادوا إلى الرياض، وقد مضى على ذلك 2 شهر، فماذا يلزمهم؟ يعيدون الإحرام على الطفل لأنه ما زال محرما، ويرجعون به ويكملون عمرته. نعم.